بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قرايات النهارده من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 11. لما تمشوا مع القرايات تبصوا تلاقوا احداث كثيره حصلت. من ضمن الاحداث ديت رب المجد اخرج ارواح شريره، وكعادة الكتبة والفريسيين كانوا دايما بيستنكروا العمل دوت، وكانوا بيقولوا عليه رئيس الايه الشياطين، بيخرج الشياطين. ولكن رب المجد استرسل في حديثه وقال كلام جميل جدا، حرك مشاعر واحدة ست قالت العبارة المشهورة اللي في الانجيل النهاردة اللي بتقول طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. مين أنت أيتها السيدة العظيمة اللي يمكن مش مؤهلة في المعرفة زي الكتبة والفريسيين وزي الناس التانية، ولكن روح الله أرشدها إنها تقول الكلام دوت. طوبى للبطن الذي حملك. الكلام اللي رب المجد بيقوله دوت كلام إلهي اتكشف ليها، وبتحقق نبوة العذراء. فاكرين لما العذراء قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني؟ جه النهاردة اليوم اللي أول واحدة في التاريخ تطوب العذراء وتقول للمسيح طوبى للبطن التي حملتك. يوم رب المجد يرد عليها ويقول لها ايه؟ الطوبة مش للي شال وبس، لكن طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. مش مهم انا قريب مين، مش مهم انا قريب فلان بيه او عيلتي كذا او كذا او انا ايه، حتى مش ده المهم. المهم انا بحفظ وصية ربنا ولا لا، هو ده الاهم. مش مهم ان انا ابقى عارف الانجيل من الجلدة للجلدة وسلوكي مش ماشية مع وصية الانجيل. هو ده اللي ربنا النهاردة عايز يكلمنا عنه. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يقصد يحفظونه يعني ايه؟ يعملوا بيه، مش يرددوه كده زي البربنطات. يحفظوه يعني يعملوا بيه. في حاجة جميلة كده هوت كنت عمال اقرا في حسقيال من كام يوم فعجبتني قوي، فاحب اشاركها معاكم. بيقول كده هوت حسقيال في الاصحاح الثالث، فقال لي يا ابن ادم كل ما تجده كل هذا الدرج. عارفين يعني ايه درج؟ كانوا بيلفوا الانجيل الكلام بتاع ربنا كده، كانوا يلفوه كده هو ويسموه ايه درج. فالدرج دوت ربنا اداه لحسقيال وقال له ايه؟ كله، كل كلام ربنا. واذهب كلم بيت اسرائيل، ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج. وقال لي يا ابن آدم اطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيك. فأكلت فصار في فمي كالعسل حلاوة. فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي. واحد زي حسقيال دوت كان رجل الله، فلما ربنا قال له خد كل الدرج فتح بقه، حط الكلام في كلام ربنا في بقه، لقى طعمه زي العسل. قال له ما تحطوش في بقك بس، ما تستطعموش، انا عايزك تبلعه عشان يملأ احشائك. الكلام بصراحة صعب. لو انا جبت كده قصقوصة من الانجيل واديتها لواحد قلت له خد كلها هيقول عليا ايه؟ انتوا عارفين هتقولوا عليا ايه طبعا. لكن هو رجال الله لما كانوا يسمعوا من كلام ربنا يعملوا ايه؟ يقول له حاضر يا ربي. اتاري دي نبوة جميلة جدا على العهد الجديد، ان احنا هناكل ربنا.
مش احنا بنقول كده هوت ايه؟ حد يفكرني في انجيل يوحنا بنقول والكلمه ايه؟ طب والجسد ده بنعمل فيه ايه؟ بناكله. فاحنا بقينا دلوقتي ممكن ناكل كلمه الله، بنستطعمه. فهي دي كانت النبوه على الحكايه ديت، ولكن حسقيال نفذها فيزيكلي واكل كلام ربنا. عارفين داود لما قال لك ايه؟ وجدت كلامك كالايه؟ فعملت ايه؟ اكلته كلام ربنا. في ناس حلوه كده تستطعم كلام ربنا وتعيش وتعيش وتعيش. عارفين زي العيال الصغيره ما يقعدوا يلعب جيمز، يبقى قاعد على التليفون يلعب، تيجي تقول له قوم يا حبيبي الكل، يقول لك ايه؟ بعد شويه شويه كده ما خلص منهمك. ايه رايكم لما احنا نبقى منهمكين كده في كلام ربنا؟ قوم يا جوزي يا حبيبي كل، استني بس شويه لحسن، انا حسقيال ده يعني عجبني قوي. طب ايه؟ طب قوم يا ستي كل، استنى لحسن ده ملاخي ده جميل قوي، استنى عليا شويه. احنا عايزين نستطعم كلام ربنا ونعيشه ونفرح بيه. وجدت كلامك كالشهد فايه؟ فاكلته. عايزين نتعامل مع ربنا ان احنا نستطعم الكلام وننفذه. هقول لكم على سر خطير جدا، لو عملتوه هنعيش مرتاحين. ليه النهارده ناس كتير متضايقه وتقول له عامل ايه؟ يقول لك اهو مش عارف ايه كده. الناس كلها كده، كل الناس متضايقه وكل الناس مخنوقه وكل الناس مش طايقه بعضها. ليه؟ لاننا ما بنستطعمش كلام ربنا. صدقوني لو استطعمنا كلام ربنا وعشناه، هنقول كده هوت مع بولس، ان قام علي مع المزمور، ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. حتى لو في حرب، لو في قتل، حتى لو في استشهاد، عصر استشهاد، يقول لك انا مبسوط. فاكرين الحكايه ديت قلتها لكم ايام الناروز، لما جه الملك الامبراطور نيرون جاب دكاتره بيفهموا في علم النفس، قالوا انا عايز اسالكم سؤال، هم النصارى دول مجانين ولا ايه؟ قالوا له ليه؟ قال لهم الناس بقول لهم بكره هتستشهدوا يفرحوا، بكره هنقتلكوا يزقططوا، هو في ايه؟ هي الناس دي مجانين؟ قالوا له لا، هم مش مجانين ولا حاجه. لما الواحد بيقعد يقرا الكلام دوت اقول ايه؟ ده الكلام ده بتاع التاريخ بتاع زمان. لكن ابص الاقي اليومين دول لما حصلت حادثه البطرسيه، كان ايه الرياكشن بتاع الناس؟ فاكرين كتبوا كده قالوا لهم لو سمحت ايها الحبيب الغالي الارهابي، قل لي انت رايح انه مكان عشان نسبقك على هناك. مش قرينا الكلام ده كلنا ولا ايه؟ يعني الكلام دوت مش من القرن الرابع ولا لا لا لا. طب الناس دي بتقول الكلام ده ازاي؟ الست اللي بنتها الاموره الجميله ماجي اللي كلنا تاثرنا بيها، هي نفسها الام تقول لك انا كنت اهرب بيها ليه؟ مش عشان تروح السماء؟ خلاص اهي راحت السماء. ياه، بيجيبوا منين الهدوء دوت؟ بيجيبوا منين السلام دوت؟ بيجيبوه منين؟ يا رب يخليكم قولوا لي بيشتروا منين؟ هو ده الزيت بتاع الحاكمات، فاكرين العذارى الحاكمات؟ هو ده الزيت. ده الزيت اللي بخش في اغوار الكتاب المقدس وبطلعه وبس باكله كانه زي الشهد. ابونا متى المسكين يحكي لنا عن نفسه في بدايات رهبانيته، يقول لك كده هوت، يقول لك كنت اجلس يوميا ما بين 16 و17 ساعة ما بين الصلاة والقراءة والكتابة. ويح أيها الجسد، ليتك كنت تعطيني قوة إن أنا أقعد مع سيدي وقت أكبر. كان نفسي أقعد مع ربنا أكتر، بس يا عيني هم 17 ساعة بس في اليوم، يا عيني. تخيلوا امبارح كنت قاعد مع ناس بقول لهم احسبوا الوقت اللي بنقعده على النت، احسبوا الوقت اللي بنضيعه في الكلام الفارغ، احسبوا الوقت اللي بنضيعه في تليفوناتنا والكلام على بعض، احسبوا ده كله وندي عشوره لربنا. طبعا اللي انا بقوله ده غلط، بس سامحوني، مش مفروض ان احنا نعمل كده خالص، ان احنا نتكلم عن الناس ونضيع وقتنا بالطريقه ديت. لكن حتى خليني هقول زي بولس الرسول، اقول كمختل العقل،
حتى لو عشور الوقت ده ادنا ربنا ده احنا هنبقى ملايكة. صدقني حياتنا كلها تبتدي كده تتغير واحدة 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 واحدة، هنبص نلاقي نفسينا بقينا حياتنا مختلفة خالص. رب المجد يقول لك كده هوت، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لكن بكل كلمة. ياه ده في ناس أحبوا الكلام بتاع ربنا أكتر من أي حاجة في الدنيا. الناس ديت حفظونا الإنجيل، حفظونا الإيمان القويم. لما دخل الإسلام مصر في فترة من الفترات كانوا متضايقين منهم إنهم بيتكلموا قبطي، كانوا بيقطعوا لسانتهم، كانوا بيحرقوا كتابهم، بيهدوا كنايسهم، ومع كل هذا بقت المسيحية ولا زالت اللغة القبطية موجودة. صحيح إن كانت ضعيفة في بعض الأماكن ولكنها قوية في أماكن تانية. في بلاد كاملة في الصعيد بتتكلم لغة قبطية لغاية النهاردة. إزاي آكل كلام ربنا؟ كل اللي عليك إنك تقف قدام ربنا وتقول له يا ربي ارسم صورتك جوايا. يقول لك كده هوت، عارفين الناس الفنانين اللي بيرسموا البني آدمين، تروح تقف قدامه كده عشان يرسمك. يقول لك أيوة، خليك قاعد كده ما تتحركش. تقول له طب ممكن أقوم أكل واجي؟ يقول لك لا ما ينفعش، الصورة تبوظ، خليك قاعد. فأنت تدنى كده هوت قاعد متنح كده بالساعات، والراجل يعمل إيه؟ يرسمك عشان الصورة تطلع كويسة، ممكن أيام. القديسين يقولوا لنا كده هوت، كل لما تجلس قدام ربنا أو تقف قدام ربنا، الروح القدس يرسم فيك صورة إلهك، صورة المسيح. عارفين لما نقعد مع حد كده هوت مبروك يقول لك إحنا شفنا المسيح في البني آدم دوت؟ بتسمعوا الكلام ده ولا أنا بقول كده؟ مش بعيد الكلام ده، كنا لسه قريب في دير الرهبات اللي قريب دوت وسمعتها من كل الجروب. يقول لك إحنا شفنا صورة المسيح في الرهبات ديت، شفنا المسيح لما تعاملنا مع الناس ديت. وطبعا العكس صحيح، لما بنتعامل مع ناس بيبقوا لهم صورة التقوى وهم مش أتقياء بيبقوا متعبين جدا. رب المجد يقول لنا كده، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. في ناس جعانة للبر، جعانة تعمل وصية ربنا، ما تعرفش تنام غير اما تطمن على الناس التانية. افتكر معلم ابراهيم الجوهري في يوم كانت ليلة العيد وقال لك ناكل ازاي ليلة العيد وفلانة ديت عندها مشكلة، كان جوزها في السجن، ما قدرش ينام ولا ياكل اكل العيد غير اما يريح قلب الست ديت ويتوسط ويطلع جوزها من السجن. طبعا احنا اهم حاجة بعد الدس ما يخلص نجري على طول على الاكل بسرعة. طوبى للجياع والعطاش الى البر. كلام ربنا كلام مشبع قوي. بعد كده هوت، بعد الموقف دوت، ابتدى رب المجد يسترسل في الكلام، ابتدى يتكلم عن شخصية يونان النبي، وتش ان احنا هنحتفل بيه قريب. يقول ايه عن يونان؟ اتكلم عن اهل نينوى اللي تابوا بمنادات يونان. ايه اللي حصل؟ يونان راح عشان يوصل كلام ربنا، زي ما انتوا عارفين القصة عمل ايه؟ هرب، وجي الحوت خده وقذفه. ابتدى يونان يعمل يوترن ويرجع تاني يروح نينوى. بس قبل ما يوصل هناك كانت القصة ديت سبقته، فلما لقوا بطل القصة قدامهم يونان بنفسه بيحكي لهم وابتدى يوصل لهم البشارة او الكلام اللي ربنا حطه في بقه، قال لهم ايه؟ بعد 40 يوم تنقلب المدينة. عملوا ايه؟ تابوا بسهولة، تابوا. ليه؟ خافوا من ربنا. اصل في ناس ما بتجيش غير زي ما قلنا قبل كده كم مرة، بايه؟ بشد الودان. لكن في ناس تانية بتقبل كرم ربنا من غير شد ودان، زي المثل اللي قالوا بعديها على طول. قال لك ملكة التيمن اللي هي من ناحية اليمن كده من الجنوب،
جات من آخر الدنيا عشان تسمع حكمة سليمان. طب انت جاية ليه؟ حد ضربك على ايدك؟ حد قهرك؟ تقول لك لا، ده انا جاية بالحب، نفسي اشوف الحكمة بتاعت ربنا اللي ادها لسليمان. فراح ربنا مدينا مثالين جمال قوي لكلامه. في ناس بتيجي بشد الودان، وفي ناس بتيجي بالحب. في ناس قاعدة ما بتصليش، قاعدين في بيتنا، في بيوتنا، اول ما تحصل حتة مشكلة ننط بسرعة جوه الكنيسة، الحقنا يا رب، خلصت المشكلة، نروح واخدين بعضنا وإيه وماشيين. ربنا مش هيدانه يتعامل معنا كتير بالطريقة دي، بيدي إنذارات وإنذارات وإنذارات، بدليل إن شعب نينوى اللي قدم توبة وبقى مثال عظيم للتوبة وبنصوم إحنا زيهم، بعديها ابتدوا ينحرفوا تاني ورجعوا للخطايا، كانت النتيجة إن ربنا طربق لهم نينوى على دماغهم تاني، وتهدد كل نينوى بأسوارها العظيمة اللي كانت عريضة جدا، كانوا بيمشوا بيها بالعربيات والمركبات الايه بتاعة الحرب. خدتوا بالكم؟ ربنا يسعى لخلاصنا ليل نهار، عايز يجيبنا ليه، فساعات بيحاول معانا حبة كده وحبة كده، حبة بشد الودان وحبة بالطبطبة، لكن هو يقول لك عايز ايه؟ الجميع ايه؟ يرجعوا، لا يشاء موت الخاطي، لكن طبعا بيحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرات، في الاخر خالص يقف يبكي على اورشليم ويقول لها ايه؟ يا اورشليم يا اورشليم، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فرخ، بس ايه؟ انتم ايه؟ لم تريدوا. المكان ده لغاية النهاردة موجود في القدس، المكان اللي وقف فيه رب المجد قال الحكاية ديت، ويقول لهم كده هوت، أنتم لم تريدوا. كملوا لي الآية إيه بعد كده، هو ذا إيه؟ بيتكم إيه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. أنا واثق إن رب المجد قالها بكل ألم وبكل دموع. وباي ذا واي، أنا قلت لكم لما كنا مرة بنتكلم عن إقامة العازر، قلنا السيد المسيح بكى مرتين بالجسد، مرة على قبر العازر ومرة على أورشليم. بكاؤه على العازر باللغة اليونانية كلمة بكى كان عبارة عنه دمع كده، نزل شوية دموع بس. أما الكلمة المستعملة في بكاؤه على أورشليم إيه؟ يقول لك اتنحنح وبكى بصوت عالي وتهز. عارفين لما واحد يعيط كده جامد بحرقة ويتهز كده جامد؟ هو ده اللي حصل، وكأنه عايز يقول لو نفسكم تعيطوا، لو نفسنا نندب، ما عيطش واندب على العربية تخربشت، ولا وقع مني دولار، ولا فقدت وظيفة عشان ربنا يجيب لي وظيفة أحسن منها. يقول لك ده كله ده كلام فارغ، اللي تبكي عليه نفسك اللي بتضيع، ونفس الناس اللي كل يوم عمالين نسمعوا عدنهم بيضيعوا حوالينا. عودة لكلمات الله، كلمات الله المحيية اللي عايزين نسمعها ونتقبلها، ونعمل كده هو زي ملكة سبق اللي جت بإرادتها علشان تسمع، ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن والأبد، أمين. تفضل نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إلهنا الصالح يا حبيب يسوع، نشكرك يا إلهنا لأنك كل يوم بتعطينا كلماتك المحية التي بها يا رب نعيش ونحيا ونتقوت. اجعلنا يا رب نتذوق كلامك ونشعر به كأنه عسل في أفواهنا وفي جفنا. اجعلنا يا رب نحدث بكم تصنع بنا يوما، كل يوم كل لحظة في حياتنا. إلهنا الحبيب يسوع، أعطينا يا رب الاستنارة، أعطينا يا رب انفتاح الذهن لنفهم كلامك، أعطينا يا رب هذا الشغف للجلوس تحت قدميك والتعلم منك. كلماتك يا رب جميلة ومحية ومشبعة وتملأ كل كياننا. خلينا رب لا نهتم كثيرا بالعالميات، بل نهتم بيك ونهتم بأبديتنا وبخلاصنا. بارك يا رب في شعبك،
بارك في ولادك في كل المسكونة. أعطينا يا ربي هذا الإيمان القوي الذي لكل الشهداء. أعطينا يا رب هذا الإيمان القوي اللي خلى يا رب الشهداء يبذلوا دمهم ويسفك دمهم من أجلك وهم فرحين. حبيبنا الصالح يسوع، بارك في ولادك الواقفين أمامك، بارك في الحاضرين والغائبين. بالصلوات والشفاعة تصنع لنا كل حين أمنا فخر جنسنا قديسة الطهرة مريم، كل الملائكة والشهداء القديسين، قديسين عظيمين ماكسيموس ودمديوس والأنبا بشوي، كل المصافي القديسين. اسمعنا من لك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام ربي يكون مع جميعكم.